اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للكره المصريه في القادم. كابتن حسن شحاته امبارح مجلس اداره نادي الجزيره، الاستاذ شريف رئيس النادي، وهبل هيطه نائب رئيس النادي، عمر عصام، محمد سري، المجموعه كلها امبارح كانت موجوده في تكريم الكابتن حسن شحاته في وجود المهندس محمود طاهر ومجموعه كبيره من نجوم الكوره، كابتن عماد متعب وان شاء الله كابتن احمد سليمان ومجموعه كبيره. انا بتكلم يعني بتكلم على المجموعه اللي انا شفتها، وكان في تكريم خاص امبارح، وكان موجود على الاستيج كابتن حسن شحاته والاستاذ شريف سيف النصر رئيس النادي، والحقيقه لفته اكثر من رائعه من نادي الجزيره، لان المعلم يستاهل الحقيقه التكريم. حاسبكم مع تقرير المعلم واشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره على الف خير. زي ما بيقولوا بعد ما بطلت في بقالي فترة، فنادي الجزيرة النهاردة بأعضائه بمجلس إدارته بجماهيره أنا بقول له متشكر جدا جدا جدا، ودي حاجة فوق الوصف، يعني يمكن محدش عملها، لكن دي حاجة فوق الوصف. رمضان يختلف عن 10 سنين زي ما الدنيا كلها اختلفت عن 10 سنين، اللي هو ان هو ان انا كنت باجي دايما العب الدورات الرمضانيه اللي كانت بتتعمل او نادي الجزيره بيعملها في رمضان، ويمكن لعبت 3 دورات، انا خدت 3 دورات برضه زي ما باخد 3 حاجات في كل حاجه، خدت 3 دورات في نادي الجزيره. 33 سنه فيش دوره رمضان في كره القدم في نادي الجزيره، يمكن احنا انا حضرت على الملعب ده ولعبت على الملعب ده ولعبت في نادي الجزيره كره قدم كتير، لكن احنا اول ما جينا فكرنا لازم نعيد المكان ده للسنتر كورت، عايز نشاطه ولعيد حيويته البطولات ترجع عليه تاني، ففكرنا في ديفيس كاب، كان في التنس كان بطوله مصر ديفيس كاب كان موجوده الشهر اللي فات، الشهر ده في دوره رمضان، وقلنا لازم على الهامش يكون رمز من رمز كره القدم، يعني لازم نكرم كابتن حسن شحاته على الفتره اللي فاتت على الفتره الانجازات اللي عملها، فبالتالي ده كان اختيار اعتقد كان موفق للبطوله. يعني هو ده حقه بجد، وانت عارفني لما الواحد بيتكلم كلام من القلب يعني، وده فعلا الناس لازم تفهم، الناس اللي خدمت المنتخب خدمت البلد وعامل انجازات للبلد لازم الناس تقف جنبها، لازم الناس تكرمها وتفتكرها وكل يوم تاني تمسي عليها، ولازم يعني ده رايي يعني، فاهم؟ ما ينفعش يعني للاسف شويه خلاص اللي بيأدي مرحله اللي بعده خش، لا ما ينفعش، لازم الرموز تتكرم على طول يعني.